تمام كده. تمام. هنتكلم النهاردة على الـ fractures of the proximal femur. هنتكلم على الـ fracture of the neck femur. الـ X-ray اللي انت شايفينها دي حضراتكو عبارة عن صور لـ fracture of neck of femur. طيب الـ epidemiology هو بيحصل ان هو بيزيد مع تقدم السن with aging. الـ females أكتر من الـ males. حد يعرف ليه؟ عشان الأوستيوبروزيس. عشان الأوستيوبروزيس. الـ whites أكتر من الـ blacks. في الـ United States هي أكتر rate of hip fracture. أكتر حاجة بتحصل في hip fracture في الـ United States. الميكانيزم of injury هي The high energy trauma لو حصلت في young age, يا low energy trauma لو حصلت في old age. بتبقى محتاجة minimal trauma, يعني يقول لك مثلا حد رجله علقت في السجادة وما وقعش قوي, يعني حاجة بسيطة جدا, أو يقول لك وقعت حاجة صغيرة وما حصلش حاجة وبعدين لقيت pain في الهيب. كل ده بيبقى fracture of the proximal femur أو fracture of the neck of femur. الباثوفيسيولوجي الهيلينج بوتنشال الفيمورال نيك دي جوه كبسول انترا كابسولر وحواليها سينوفيال فلويد ومفيش بري اوستيوم في الحته دي, وعشان كده الكالس فورميشن بيبقى ليميتد والهيلينج ما بيحصلش, يعني فراكشر نيك فيمر عاده ما بيحصل لهاش هيلينج بسهوله. طيب هي عايزين نقسم البروكسيمال فيمر دي لأجزاء. أول جزء اللي بيبقى تحت الهيد على طول بيسموه subcapital تحت الهيد. الفراكشر اللي بعديه بيكون through the neck ويسموه transcervical. لو جبنا صورة كده نتكلم عليها زي دي. اللي تحت الهيد اللي هي عند الخط الأحمر في type 1 كده لو كملت على طول ده اسمه subcapital, واللي through the neck اسمه transcervical, واللي عند the base of the neck اسمه basal neck fracture, واللي between the greater trochanter وال lesser trochanter اسمه intratrochanteric fracture, واللي below the level of the lesser trochanter لغاية 5 سنتي تقريبا اسمه subtrochanteric fracture. تاني فراكشر تحت الهيد على طول يسموه subcapital, فراكشر through the neck يبقى اسمه transcervical, فراكشر through the base يبقى اسمه basal neck fracture. كل دول intracapsular. لو الفراكشر between the greater trochanter and the lesser trochanter ده اسمه, حد عارف اسمه؟ حدش عارف between the greater trochanter and the lesser trochanter. intertrochanteric او intratrochanteric fracture. لو تحت ال lesser trochanter اسمه subtrochanteric fracture. نرجع بقى هنا تاني في ال healing potential. قلنا الفيمورال neck دي بتكون intracapsular وحواليها synovial fluid ومفيش preostial layer عليها والcallus formation يبقى limited, عشان كده الهيلينج بيبقى مش كويس. ممكن يكون معها associated injuries زي femoral shaft fracture, يبقى فيه fracture of the femoral neck ومعها fracture of the shaft of the femur. ولقوا ان بنسبة 6-9% الاسوشيشن بين الفيمورال شافت فراكشر مع الفيمورال نيك. ولما نيجي نعالج بنعالج الفيمورال نيك فراكشر الاول وبعدين نعالج الشافت. يعني ازاي الكلام ده؟ يعني لو احنا في العمليه يعني مش هنعالج واحد لغايه ما يخف ونستنى التاني وبعدين نعالجه, لا مش كده. لو بنبتدي بجراحه يبقى هنعمل التريتمنت اوف ذا فيمورال نيك فيرست فولود باي ذا شافت. في مورتاليتي من 20 أو 25 ل 30%
للفراكشر نيكو فيمر. كانوا زمان بيقولوا في حاجة كانت بتتقال إن الإنسان بيتولد through the pelvic prim ويخرج من الحياة through the neck of femur من كتر المورتاليتي ريت اللي كانت موجودة في الفراكشر نيكو فيمر. الفراكشر نيكو فيمر بتتقسم بكذا كلاسيفيكيشن. هنعرف كلاسيفيكيشن شهير اسمه جاردن كلاسيفيكيشن. جاردن ده ايه؟ بيشتغل على الاكس رايز الاي بي، مالوش دعوه باللاترال ومالوش دعوه باي حاجه تانية، هو بتاع الاي بي زي المنظر ده. تايب 1 اللي هو انكمبليت فراكشر وفالجس امباكتد، يعني الكسر بيكون حت جزء صغير ويبقى امباكتد في بعضه في فالجس بوزيشن. تايب 2 كومبليت و نون ديسبليسد، شايفينه قصادكم؟ لا نستفحى شوية. شايفين قصادكم incomplete وبعدين complete و non-displaced، بعدين type 3 complete partially displaced، type 4 اللي هو complete و totally displaced. ده اسمه garden classification اللي هو ده incomplete valgus impacted complete non-displaced, complete partially displaced, complete totally displaced. طيب في classification تاني اسمه Powell's classification، ده بيعتمد على ال vertical orientation لل fracture line مع ال horizontal، يعني يرسم ال horizontal ويرسم ال fracture line بيكون مايل قد ايه. تايب 1 بيبقى أقل من 30 ديجري، تايب 2 من 30 ل 50، تايب 3 من أكتر من 50، يعني من 30 50 أكتر من 50. تايب 1 2 3 عبارة عن الفراكشر هوريزونتال، الهوريزونتال مع الفراكشر لاين، لو عملوا زاوية 30 أو عملوا زاوية من 30 ل 50 أو عملوا زاوية أكتر من 50. الأكتر من 50 ده بيبقى unstable وفي high risk of non-union and avascular necrosis. ده اسمه Powell's classification. البرزنتيشن بيجي لك العيان ده عامل ازاي؟ لو هي impacted fracture هيلاقي painful groin radiating to the knee على medial aspect of the thigh ويوصل لغاية knee. ال displaced fracture بيبقى painful hip كلها. تاني الامباكتد فراكشر بيبقى سلايد بين في الجروين وينزل على الميديال سايد اوف ذا ساي لغايه ما يوصل للنيك. الديسبليسد فراكشر بيبقى بين في الهيب كلها. لما تيجي تعمل اكزامينشن هتلاقي امباكتد فراكشر ما بيكونش فيها ديفورميتي واضحه، ممكن تلاقي العيان ده عنده بين ويز اكتيف وباسيف رينج اوف موشن، وده بيكون من المصل سبازم اللي بيحصل at extreme of motion. البين ده ممكن يبان لما انت تعمل percussion على الجريتر تروكانتر، تخبط عليه يحصل بين. في الامباكتد فراكشرز ما بيبقاش فيه deformity واضحة clinically، بيبقى فيه discomfort وبيكون بيزيد مع range of motion، ولو خبطت على الجريتر تروكانتر يحصل بين. الديسبليسد فراكشر هتلاقي الليج موجوده في اكسترنال روتيشن وفيها شورتنج. الانفستيجيشنز اكس راي سي تي ممكن تحتاجها، ام ار اي لو في اوكالت فراكشر، ممكن بون سكان برضو عشان الاوكالت لو في فراكشر مش باين قادر تديتكت. ممكن تعمل دوبلكس لو انت شاكك ان في دي بي تي، بنعمل اكس راي، نعمل سي تي لو محتاجين عشان نشوف الديجري اوف ديسبليسمنت، نعمل ام ار اي، نعمل ام ار اي. يعني ايه اوكلت فراكشر يا دكتور؟ اوكلت يعني فراكشر مش واضح مش متاكد منه،
يعني ده فراكشرد ولا لا، انا حاسس ان في فراكشر كلينيكالي بس مش باين في البلين اكس راي، فتعمل الام ار اي. اوكي تمام. الدوبلكس بتعمله لو شاكك في دي بي تي، الاوبشنز اوف تريتمنت اللي عندنا يا اما كونزرفاتيف تريتمنت، وده مش موجود قوي. الكونزرفاتيف تريتمنت ده لو في عندك العيان عنده كوموربيدس عاليه جدا مش قادر تعمل له عمليه، بتعمل له سكين تراكشر فور بين ريليف، لكنه ده مش وارد. الاوبن ريدكشن وانترنال فيكسيشن، لو جالك يونج ادلت او واحد سنه يعني كبير مثلا 60 65 لغايه 60 مثلا قول او اكتر شويه، فيسيولوجيكال ايج بتاعه كويس، هتحاول تحافظ على النيك فيمر وما تشيلهاش، فهتعمل اوبن ريدكشن وانترنال فيكسيشن. هو اكشوالي بيبقى مش اوبن، هو بيبقى كلوزد ريدكشن وانترنال فيكسيشن في الاول. اذا ما كانش ممكن تعمل اوبن ريدكشن وانترنال فيكسيشن لو انت عندك حد صغير وعايز تحافظ على الهيب. لو العيان ده سنه كبير والديسبليسمنت كبيره ومش هتقدر تعمل اوبن ريدكشن او كلوزد ريدكشن وانترنال فيكسيشن، هتعمل هيمي ارثروبلاستي اللي هو بالعربي يسموه نص المفصل. لو في ديزيز في الاسيتابيلم يبقى هتعمل توتال هيب ريبليسمنت. نشوف الكلام ده كده على الصور. اللي في الصوره اللي في الشمال دي اللي على شمال الشاشه دي لفراكشر نيكو فيمر فيكسد باي كانيوليتد سكروز، كانيوليتد كانسيلس سكروز. دي بتبقى فكرتها انك بتجيب العيان وتعمل كلوزد ريدكشن تحت الايمج جهاز الاشعه اللي موجود في العمليات، وتحط 3 كي وايرز خلاص في النك في المكان المسامير ده، وتيجي من بره المسامير دي لها كانيوليتد يعني هي من نص مجوفه، فتحط المسمار على الواير وبعدين تربطه خلاص. بعد ما تعمل له الدريلينج تستعمل المسمار ده اللي هو كانيوليتد سكروز، ودي النتيجه اللي هي بتستعمل في اغلب الناس وبتجيب نتيجه كويسه. في ناس بتثبت كان زمان هو الصوره الثانيه دي اللي هي سي ودي اللي هو الدي اتش اس دايناميك هيب سكرو، ولكن الحقيقه ما حدش بيعمل كده دلوقتي خالص، كله بيعمل بالكانيوليتد سكروز دي. ودي الصورة اللي قصادك دي، الصورة اللي في النص اللي عليها الأرو الأحمر دي واللي جنبها دي صورة بجهاز الأشعة اللي داخل العمليات، عشان كده تلاقي المسامير بالعكس والبومب يعني لونها مش زي المسامير اللي لونها بلاك وهي لونها في الإكس راي بتبقاش كده. دي برضو صورة للكانيوليتد سكروز. حد عايز يسأل حاجة في النيكو فيمر؟ طب حد مش عايز؟ فاهمين؟ لا جميل. طب نقولها تاني بسرعة عشان أنا عارف في مذاكرة كتير. الإبيديميولوجي بتزيد with increase of age في الفيميلز أكتر من الميلز، في الوايتس أكتر من البلاكس، في اليونايتد ستيتس دي أكتر حاجة. بس يبقى كل ما نكبر في السن في الفيميلز اكتر من البيلز، في الوايتس اكتر من البلاكس في اليونايتد ستيتس. طيب الهيلينج بوتنشال في مشاكل الفيمورال نيك دي انترا كابسولر وحواليها سينوفيال فلويد، في مفيش لاير بتاعه البريوستيوم موجوده والكالس فورميشن بيبقى ليميتد، وبالتالي ممكن يافكت الهيلينج ويحصل نون يونيون. ممكن نلاقي معاها femoral shaft fracture بنسبة 6-9%، أو لما تيجي تعالج النيكو فيمر الأول تفكس النيكو فيمر وبعدين تعمل شافت. المورتاليتي حوالي 25-30%، والكلاسيفيكيشن كلاسيفيكيشن مهمة قوي اللي هو الجاردن كلاسيفيكيشن، وده بيعتمد على الـ AP X-rays وبيتقسم لincomplete valgus impacted أو complete non displaced أو
complete partial displaced و date 4 اللي هو complete و totally displaced. ال Powell's classification بيعتمد على ال vertical of orientation of the fracture line مع ال horizontal. فلو هو ما type 1 30 degree أقل من 30 من 30 ل 50 بيبقى type 2 أكتر من 50 بيبقى type 3. وtype 3 ده اللي هو ال unstable وده اللي بيحصل له كتير قوي non-union و avascular necrosis. ال presentation وال symptoms ال impacted fractures بيكون فيها slight pain والpain ده ممكن تلاقيه بيمشي على medial side of the thigh يوصل لغاية النين. طيب ال displaced fracture ال pain بيبقى في الhip region كلها. physical examination هتلاقي الـ impacted fracture مش هتلاقي clinical deformity واضحة. ممكن تلاقي وانت بتحرك شوية discomfort due to muscle spasm ولما تخبط على الـ greater trochanter هتلاقي pain. الـ displaced fracture هتلاقي الـ leg في external rotation وفيها shortening. الـ investigations اللي بنعملها بنعمل اكس راي ده العادي والاكس راي بنعملها ليه عشان نشخص وعشان نشوف الجاردن كلاسيفيكيشن او الباولز كلاسيفيكيشن ونعرف الفراكشر ده في انهي تايب بالظبط. وبعدين السي تي ممكن لو انت عايز تشوف ديجري اوف كومينيوشن. الام ار اي ممكن تستعمله عشان يطلع اوكال فراكشر او عشان يديتكت افاسكولار نيكروزيس بعد كده. البون سكان برضو عشان لو في اوكلت فراكشر. دوبلكس لو في شاكك ان في دي في تي. الاوبشنز اوف تريتمنت كونزرفاتيف تريتمنت اوبن ريدكشن انترنال فيكسيشن هيمي ارثروبلاستي توتال هيب ريبليسمنت. الكونزرفاتيف تريتمنت ده ملوش في مكان ولكنه في الحاجات في الحالات التيرمينال اللي مش قادر تعمل لها عمليه للكوموربيدس اللي موجوده فتبقى حاجة for pain relief ممكن تعمل skin traction. Closed reduction and internal fixation أو open reduction and internal fixation للناس اللي سنهم مناسب وعايز يعني كانوا بيقولوا زمان أقل من 65 أو أقل من 70 هي according to the physiological age. لقيت حد healthy وactive وعايز تحافظ على النك بتاعته هتعمل closed reduction and internal fixation. لقيت إنه غير كده ممكن تعمل الهيمي ارثروبلاستي. طب لو لقيت ان في ديزيز في الاسيتابيلم يبقى ساعتها حضرتك هتعمل توتال هيب ريبليسمنت. واضح؟ واضح يا دكتور. طب حد تاني كده سمعني صوته يقول ان هو واضح غير يوسف؟ تمام يا دكتور. اتنين كمان صحيين اهو. طب كويس. الميثودز اوف فيكسيشن هي مينلي الكانيوليتد كانسيلز سكروز اللي انتوا حضراتكم شايفينها دلوقتي. الدي اتش اس ده ما حدش بيعملها هو بيستخدم اكتر في التروكانتريك فراكشر هنقولها دلوقتي. ودي اكس ريز لفراكشر نيك اوف فيمر وده نفس الكلام وجنبها الجاردن كلاسيفيكيشن. هنتكلم دلوقتي على الانتر تروكانتريك فراكشرز. ودي اكسترا كابسولر بين الجريتر تروكانتر اند ذا ليسر تروكانتر بتزيد في الفيميلز طبعا عشان الاوستيوبروزيس والفيميل تو ميل ريشيو 2 تو 1 تو 8 تو 1 يعني من 2 لواحد لثمانية واحد. الاولدر ايج هتلاقيهم دول بتوع التروكانتريك اكتر من فيمورال نيك في فراكشرز. ازاي يعني؟ يعني لو التروكانتريك بتبقى في سن اكبر شويه من بتوع النيك فيمر ممكن تحصل لو انرجي تروما في اليانج لو انرجي تروما بتبقى في اليانج ولكن العادي انها سوري لو انرجي تروما بتبقى في الاولد ايج والاوستيوبروتيك فراكشر. في اليانج بتلاقي هاي انرجي تروما. تاني عشان انا اتلخبطت انا قلت حاجه غلط فبصححها بعتذر لكم. في الكبار ممكن يحصل low energy trauma
وده بتبقى في الاوستيوبروتيك بونز. في اليانج ادلتس اللي هو لو لقيت واحد عنده مثلا 40 سنه ولا 30 سنه وعنده فراكشر تروكانتريك فراكشر, شور ده هاي انرجي تروما. البروجنوزس نون يونيون اند مال يونيون ده قليل جدا. طب ليه نون يونيون قليل؟ لان احنا قلنا النون يونيون كتير جدا في النيك فيمر, في الانترا كابسولار نيك فيمر, وهنا بنقول ان النون يونيون فيري لو ريت. ليه؟ عشان الفاسكولاريتي كويسه, عشان الفاسكولاريتي كويسه, وعشان ده اكسترا كابسولار فبالتالي مفيش سينوفيال فلويد باش عليه بريشر. يعني لا مش بريشر, سينوفيال فلويد والانزيمز اللي موجوده فيه بتخلي الفراكشر ما يحصلش هيلينج. هنا ما فيش سينوفيال فلويد فبالتالي كونتاكت كويس ويحصل هيلينج. طيب نشوف المنظر ده, فراكشر اكستندنج بتوين ذا جريتر تروكانتر تو ذا ليتر تروكانتر از انتر تروكانتريك فراكشر اللي موجود قدامكم في الصوره دي, ودلت في السهم الاحمر والسهم الاخضر دول الفراكشر اكستندنج بتوين ذا جريتر تروكانتر اند ذا ليسر تروكانتر از انتر تروكانتريك فراكشر او انتر تروكانتريك فراكشر. والتريتمنت بتاعه هو بالدايناميك هيب سكرو, دايناميك هيب سكرو دي اتش اس, دايناميك هيب سكرو او دايناميك كومبريشن سكرو اسمه دي اتش اس. طيب ده هو التريتمنت بتاع انتر تروكانتريك فراكشر الماجوريتي اوف كيسز. شايفين الصوره دي؟ دي صورة ايه؟ انتر تروكانتريك فراكشر. التريتمنت بنعمل ايه؟ نون اوبراتيف تريتمنت برضو ده ملوش محل قوي, دايناميك هيب سكرو, انتراميدالري هيب سكرو او كيفالوميدالري نيل. ده نيل هوريه لكم دلوقتي, هوريكم شكله. طيب ممكن نعمل ارثروبلاستي, ممكن لو في ديزيز استابلم, لو في كومينيوشن عالي قوي مش عارف تثبت, لو حصل فاسكولار نيكروزيس كل دي تخليك تعمل ارثروبلاستي. طب تاني التروكانتريك فراكشرز دي اكسترا كابسولار فراكشر نيك فيمر والفراكشر لاين بي اكستند بتوين الجريتر اند ليسر تروكانترز. الفيميلز اكتر من الميلز, ريشيو 2 تو 1 تو 8 تو 1, اولدر ايج اكتر من اللي بيحصلوا في النيك فيمر, لو انرجي تروما لو سن كبير واوستيوبروتيك بيشنت. لو لقيت الفراكشر ده في يانج ادلت يبقى ده هاي انرجي تروما. البروجنوزيس هتلاقي فيه نون يونيون او مال يونيون بنسبه قليله جدا, برضو ليه مورتاليتي ريت عاليه, وهيجي لك العيان ده ببين وشورتنينج واكسترنال روتيشن, بين شورتنينج اكسترنال روتيشن, وده بيبقى واضح قوي الحقيقه. دي صوره بتبين الانتر تروكانتريك فراكشر, والثانيه دي اكس راي, وده التريتمنت بالدايناميك هيب سكرو. ودي صوره ثانيه برضو بتبين الانتر تروكانتريك فراكشرز والتريتمنت نون اوبرتيف, دايناميك هيب سكرو اللي انتوا شفتوه, انتر ميدالر هيب سكرو او كيفالو ميدالر نيل هتشوفوه, والارثروبلاستي لو في ديزيز ده استابيلم او في افاسكولار نيكروزيس او مش عارف تثبته. السبتروكانتريك فراكشر هو السبتروكانتريك ده هي الاريا اللي تحت الليسر تروكانتر لغايه 5 سم تحت, دي ان سبتروكانتريك فراكشر. وممكن يحصل ان الانتر تروكانتريك فراكشر يحصل لها سبتروكانتريك اكستنشن ويبقى اسمها انتر تروكانتريك فراكشر والسبتروكانتريك اكستنشن. بين هيكون في بين ويز ليميتيشن اوف موفمنت, كل الكلام اللي انتوا عارفينه ده, وبتشخص بالاكس راي طبعا. هتعالج بانترا ميدالر نيل او حاجه اسمها دايناميك كوندايلر سكرو. نشوف بقى الكلام ده.
ده اللي ظهر عندكم في النص ده اسمه بروكسيمال فيمورال نيل او كفالو ميدالري نيل او الانترا ميدالري فيكسيشن اوف بروكسيمال فيمر. ده بنستعمله في ايه؟ بنستعمله في حالات الانتر تروكانتريك فراكشر والسب تروكانتريك فراكشر. التاني اللي شفتوه اسمه دايناميك هيب سكرو خلاص DHS. ده اسمه DCS اللي هو دايناميك كوندايلر سكرو. هو الفرق ما بينه وبين DHS ان هنا الانجل مختلفة تقريبا 95 التاني كان 135 درجة عشان يناسب الصورة اللي على الشمال يا دكتور. هو DCS DCS وده اللي في النص ده اللي هو البروكسيمال فيمورال نير او الانتراميدالري الكيفالوميدالري فيكسيشن او الانتراميدالري فيكسيشن للبروكسيمال فيمر. الصورة اللي هناك دي خالص دي سبتروكانتريك فراكشر والتريتمنت بتاعها بالنيل اللي بقول لكم عليه اهو. تمام؟ اه تمام. سوري نبص على دي. ده اسمه ايه؟ DHS. DHS. شايف الانجل دي ما بين السكرو ده والشافت والبليت حوالي 135 درجة. الاخرانية دي 90 تقريبا 95 يعني. اوكي تمام. حد عايز يسأل في حاجة في اللي احنا قلناه ده؟ مش معقول كل الناس واضح ده. كله واضح تمام والله دي حاجة جميلة جدا. هنتكلم على الاوستيوارثرايتس او الاوستيوارثروزيس. الصوره اللي قدامكم دي شايفين ناس سنهم كبير شويه و رافعين ايديهم ليه؟ انطبط عليهم. ايه كلهم عندهم اوستيوارثرايتس بالظبط كده. انطبط عليهم. قبض عليهم؟ لا مفيش حد مقبوض عليه ولا حاجة. دول رافعين ايديهم لان واحد دخل هم قاعدين وحد دخل سأل اللي عنده اوستيوارثرايتس يرفع ايده. كل الناس رفعوا ايديهم. لو تشوفوا انهم سنهم كبير معناها ان ده ديزيز بيجي في الاولد ايج في غالبية الناس. يعني اللي عنده حد في البيت سنه 70 75 هتلاقي عنده بشكل من الاشكال ممكن اقل. في ناس بتبتدي من الخمسينات ستينات هتلاقي عنده بدرجة من الدرجات شوية osteoarthritis. بتختلف بقى ناس بتبقى عندهم زيادة قوي وناس بتبقى عندهم بسيطة وما بتعملش مشكلة. هو ايه ده بقى؟ osteoarthritis ده degenerative joint disease. هل هو congenital؟ لا. هل هو traumatic؟ لا. inflammatory infection. في ناس تشوف osteoarthritis ITIS وهو مش مذاكر يقول لك بس الحمد لله ده ويقعد بقى بين وسويلينج ومش عارف وريدنس وهوتنس والكلام بتاع الانفلاميشن. لا ده ديجنيرتيف جوينت ديزيز كاركترايزد باي بروجريسيف لوس اوف ذا ارتيكولار كارتريج ومعاها نيو بون فورميشن اند كابسولار فايبروزيس. ديجنيرتيف جوينت ديزيز ويز لوس اوف ارتيكولار كارتريج. التارجت بتاعه بيبقى في الارتيكولار كارتريج وبعدين بيكون معاها نيو بون فورميشن وكابسولار fibrosis. الجوينت اللي على الشمال دي هيلسي والارتيكولار كارتليج ده بتبقوا عارفين. اللي عايزين اقرب لكم الصوره بتاعته هو عارفين الوايت بورد. الوايت بورد اللي في المحاضرات والكلام ده شوف لونها ابيض وبتلمع وهيلثي كده هو بيبقى زيها. الاوستيوارثرايتس ازاي الناحيه الثانيه بقى شايفين المنظر بيبقى عامل ازاي
ودي انكل اوستيوارثرايتس، وبيقال ان الاوستيوارثرايتس ريبورتد في الديناصورز عشان هي جسمها كبير قوي، الانكل رفيع بالنسبه لبقيه الجسم، فكان بيحصل لها انكل اوستيوارثرايتس. ودي صوره للهيب اوستيوارثرايتس. طيب ايه الايتيولوجي؟ برايمري وسكندري. برايمري ويز ايجينج، ما فيش سبب واضح. سكندري بقى لو في تروما، ولو تفتكروا قلنا لكم الانترا ارتيكولار فراكشر لازم يتعمل لها اوبن ريدكشن وانترنال فيكسيشن افتر اناتوميكال ريدكشن، والا يحصل اوستيوارثرايتس. لو في ديفورميتي مثلا في جوينت، ده بيبقى الكونسنتريشن اوف لود مش متوزع مظبوط اكوردنج تو ذا ميكانكس اوف ذا جوينت، ويحصل اوستيوارثرايتس. برضو بقى في امراض تانية زي افتر سيبتيك ارثرايتس، افتر بيرسيس ديزيز، ده بيجي في الاطفال، او افاسكولار نيكروزيس. الصورة اللي حضراتكم شايفينها دي، الديفورميتي اللي موجودة قدامكم دي اسمها ايه؟ فولجس، جينو فولجس. غلط. حد تاني يقول؟ فيروس. ما هو يوسف قال فولجس وقلت له غلط، ما فيش حاجة تانية غير فيروس صح؟ يعني يوسف سهل الموضوع. هو فيروس ديفورميتي وفالجس ديفورميتي دي عبارة عن ايه؟ فيروس ديفورميتي is a deformity بيكون فيها long axis of the bone is directed toward the middle line. هنا middle line وصلتكم في النص اهو، لو ال long axis of the bone رايح ايه؟ ناحية middle line، يبقى دي فيروس ديفورميتي. لو رايح الناحية التانية اللي هي away from the middle line بتبقى valgus deformity. والصورتين دول فيهم جينو فيروس. اوكي يوسف. طب يا دكتور، هو انا ببص على اني لونج اكسس يعني بون بالظبط؟ هو هنا دي انت شايف ال اني اللونج اكسس بتاع الليج رايح اوي ولا توارد؟ هي الفيمل رايحه توارد الميد لاين والتيبي رايحه اوي. احنا كنا متفقين زمان ان اي حاجه بنوصف اكوردنج تو زي ديستال صح، فاكر ايام ما كنا بنقول في الفراكشرز الديسبيسمنت بتتوصف اكوردنج تو زي ديستال فراجمنت. احنا دايما في الاورثوبيدكس بنتكلم على الديستال. كده التيبيا داخله لجوه يعني. ايوه هتبقى فيروس ناحيه ميدل لاين، هتبقى فيروس. ولو تفتكروا كنا بنقول في الكلام ده في السوبرا كوندايلر فراكشر اوف ذا تشيلدرن اوف ذا هيومرس، كنا بنتكلم على السوبرا كوندايلر فراكشر وقلنا الكارينج انجل لما بتزيد بتبقى دي اسمها فالجس، ولما بتقل يبقى اسمها فيروس، كيوبيتاس فيروس وكيوبيتاس فالجس. اوكي واضح يا شباب؟ تمام. اوكي هو disparity، يعني disparity دي عدم توافق between the applied stresses and the ability of the articular cartilage to withstand the loads اللي عليه. هو بتحطط عليه لود وهو مش قادر يشيل، يحصل ايه بقى الباثولوجي؟ يحصل cartilage، هو زي ما قلنا التارجت بتاعه الارتيكولار cartilage، يحصل cartilage destruction. ازاي؟ الاول يحصل roughness fibrillation، وبعدين يحصل ulceration، والسبكوندرال بون يبقى باين، تلاقي اريا كده ما فيش عليها كارتلج خلاص ulcerated. وبعدين لما يحصل كده السينوبيال فلويد اللي موجود جوه الجوينت ما يلاقيش articular cartilage في وشه، يلاقي حتة كده فاضية فيها ulcers، فممكن ينزل، ولما ينزل هيكون subarticular cyst. اوكي ممكن لوس فراجمنت تحصل خلاص، وتعمل وتلف في الجوينت تعمل لوس بادي. بعد كده بيحصل على البريفري الاوستيوفايتس اللي بتشوفوها في الاكس راي، الاوستيوفايت او الزوايد العظميه، او زي ما في بعض الاقطار العربيه بيسموها المناقير العظميه. وبعدين يحصل اخر حاجه يحصل كابسولار فايبروزيس، وده اللي يعمل البين ويعمل ستيفنس.
قول تاني. هو disparity between the applied stresses and the ability of the cartilage to withstand a load. يكون في الكارتلج يكون في destruction، بيبتدي roughness fibrillation وبعدين يحصل ulceration. والبون اللي هو subchondral bone اللي تحت الكارتلج على طول يبقى exposed، والسينوفيال فلويد يدخل فيه ويعمل cyst ويبقى فيه loose fragment وبعدين يتكون الاوستيوفايتس على البريفري والكبسول يحصل لها fibrosis. شايفين المنظر ده؟ دي الألسرز اللي بقولكوا عليها، ودي الإكسبوجر أوف ذا سابكوندولار بون وهكذا. دي صورة بالمنظار اللي بيشخصوا بيه المشاكل في الجوينتس، وتلاقي حتة فيها ألسرز اهي فيهاش أرتيكولار كارتيج. هتلاقي الكلينيكال بيكتشر، هتلاقي عيان يوجوالي فيميل أوبيس أفتر ذا ميدل إيج، وبيجي طبعا في الويت بيرنج جوينتس زي النيو والهيب، وتلاقي بين وستيفنس بيكون موجود في المورنينج وبعد شويه يتحسن. الستيفنس ده بيبقى من الكابسولار فايبروزس. لو عملت اكزامينشن هتلاقي فيه سويلنج، السينوفيال فلويد بيبقى ثيكند، وفي افيوجن، بقى فيه تندرنس، وفي الرينج اوف موشن بيقل، وفي ديفورميتي. ممكن تلاقي جينو فيروس او جينو فالجاس، ما اللي بيبقى فيروس. ولو حركت هتسمع صوت اللي هو الكورس كريبيتيشن. الكورس، فاكرين الكريبيتيشنز اللي في الساينز اوف فراكشر؟ صوت ال صوت البون. هو الفراكشن اوف بروكن بونز. هنا البونز هتبقى في حتت ما فيش ارتكولار كارتليج عليها، وبالتالي تديك احساس الكريبيتيشنز دي. الاكس رايز، عملت اكس راي هيبقى فيه نارو جوينت سبيس، هوريها لكم دلوقتي. ممكن تلاقي سب ارتيكولار سيست، ممكن تلاقي سكليروزس او مارجينال اوستيوفايت. نارو جوينت سبيس، سب ارتيكولار سيست، سكليروزس، مارجينال اوستيوفايت. طب هو الكابسولار فايبروزس بيبان في الاشعه ولا لا؟ صعبة؟ هي ما بيبانش. ليه؟ مش عارف صراحة. أنا عارف إن هو بيبان. إيه؟ ما فيش كالسيفيكيشن بتاعي. حد يجاوبني. الكابسولار فيبروزيس لو عملنا إكس راي هيبان ولا مش هيبان؟ شايبين. ايه؟ مش عارف الصراحه. انا عارف انه مش هيبان، بس انا حاسس انه مش هيبان. بس يعني احساسك ده مبني على ايه يا جماعه؟ الكبسول دي soft tissue صح، والاكس راي هتبين بون، مش كده ولا ايه؟ الموضوع بسيط وسهل، بس الناس عايزه تركز شويه. بس انا كنت متخيل انه بعد الفايبروز ممكن يبقى يعني حصل له ما كلاسيفيكيشن او حاجه، بس هو لا يعني. لا، الكلاسيفيكيشن حاجه والفايبروزيس حاجه تانية. طيب الصوره اللي انت شايفينها دي صوره نية على اليمين، وعلى الشمال صوره فينجر اكس راي. شايفين النارونج اوف ذا جوينت سبيس اللي مكتوبه عندكم، في الجوينت سبيس قفلت وفي اوستيوفايتس. وبرده الثانيه شايفين في الني الميديال جوينت لاين قد ايه واللاترال جوينت لاين قد ايه. دي الاكس راي فايندينجز اللي بتبقى موجوده. كونزرفاتيف تريتمنت، هنعمل ايه؟ انالجيزكس ونون سترويدال انتي انفلاماتوري دراجز، فيزيوثيرابي، وكوادريسبس، وهامسترنج اكسرسايزز، ويمسك عشان يقلل اللود. ممكن يمسك حاجه يمشي بيها، عصايا، كاز، كراتش، اي كراتش، اي حاجه تساعده. طيب ما ينفعش الكلام ده، نعمل
جاستروبلاستي. شايفين الصورة دي؟ دي هيب أوستيوأرثرايتس ويتعمل لها الأرثروبلاستي ده أو ده. تشيل الهيد والنك والأستابلم حتت منه وتعمل الأرثروبلاستي اللي حضراتكم شايفينه ده. حابب بس أوضح نقطة إن في الناس اللي بتقعد تسمع كلام كده، في ناس بتقول انجكشن مش عارف ايه ونعم وحاجات كتيره قوي لاينز اوف تريتمنت، هي مينلي يا اما كونزرفاتيف يا اوبرتيف هيبقى الجوينت ريبليسمنت، اللي في النص ده ما بيجيبش نتيجه. طيب دي صورة اكس راي العيان عامل توتال هيب ريبليسمنت، ودي دياجرام بيوضح الناحية اللي على الشمال دي دي الاوستيو ارثريتيك ني والتانية افتر ارثروبلاستي، واللي حضراتكم شايفينه ده الناس ما تبقاش فاهمة هو الجوينت يعني احنا بنشيل يعني توتال نير ريبليسمنت بنريبليس ايه وتشيل ايه. الناس بتقول انك بتشيل النيه كلها، انت بتشيل الجزء من ديزيز دي من الارتيكولار سيرفيس والسكندرال بون بس، وبتحط الاجزاء اللي باينه عند حضراتكم الميتال ده، وفي النص ما بقاش فاهم في الاكس راي اللي هو البولي ايثيلين الانسرت ما بين الفيمر والتيبيا وبس. اوكي البولي إيثيلين ده دكتور يعني كأنه كارتليج بيتحط ما بين الاثنين، عشان انت متخيل انك ماشي ما فيش بولي إيثيلين والاثنين دول بيتحركوا على بعض في الاكس راي، حديد على حديد 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 على حديد، انت ما بقتش بني ادم بقيت او يمشي انت يعني العيان ما بقاش بني ادم ده ماشي يخبط بقى. لا هو البولي إيثيلين ده هو الانسرت بيتحط ما بين الاثنين اللي بيسمح بالسموث كلايد للركبه، ولكن مشكلته ان هو بعد شويه هو نفسه بيحصل فيه وير ويتاكل بيتغير بقى ولا النية كلها ممكن تتغير بعد فترة. حد مش فاهم حاجة في الاوستيوارثرايتس؟ تمام يا دكتور. تمام يا دكتور. هو يا دكتور اي تقوس يبقى فيروس تقريبا؟ يعني ايه تقوس؟ يعني ده اي تقوس في الركب او يعني في الرجلين عموما يبقى جينو فيروس؟ لا ممكن الركبه يحصل ان اللونج اكسس اوف ذا ني في اللونج بونز سوري اللونج اكسس اوف ذا بون يبقى دايركتد اواي فروم ذا ميدل لاين، عكس الديفورمت اللي انت شفتها دي هيبقى بلجس في كده وفي كده، يعني الصوره دي فيروس صح؟ عكسها بلجس، مش لاقي واحده قدامي دلوقتي اوريها لكم، لكن يعني عكسها تبقى الركبه هي اللي لازقه لبعض في بعض جنب بعض والاثنين التانيين away from the middle line. بتشوفوا انتوا المنظر ده هو زي لعيبه الكوره يعني ده الفيروس ده بتاع لعيبه الكوره، وهم يعني فاهمين بيبقوا عارفين ان هو ده يعني حاجه كويسه مع انه ده ديزيز. هو بيبقى اظن بيفيدهم في الدوران او حاجه زي كده يعني بيقولوا ان فور بيتر كنترول، لكن ده مش مظبوط يعني الحقيقه. نرجع تاني للاوستيوارثرايتس هنقولها تاني بسرعه مع بعض عشان انا عارف ان حضراتكم ما عندكوش وقت مشغولين في الامتحانات والكويزز والحاجات زي كده. The degenerative joint disease characterized by progressive loss of the articular cartilage. يكون معاه new bone formation وفي الآخر بيحصل capsular fibrosis. اللي على الشمال دي normal knee والتانية osteoarthritic knee. وده شكل osteoarthritis في الأنكل. وده في الهيب. الاتيولوجي ممكن ما يبقاش في سبب واضح وممكن يبقى secondary. ما بقاش في سبب واضح او البرايمري ده بينكريز ويز ايج، ولكن السكندري بيبقى نتيجه تروما او ديفورميتي افاسكولار نيكروزس او اي ديزيز اخر. الصوره دي انت شفتوها وعرفتوها كذا مره،
فيها نارو جوينت سبيس وفيها اوستيوفايتس واضحة قوي، فيها سيست ودي ديفورميتي. هنا الباثولوجي هو عبارة عن disparity between the stresses applied to the articular cartilage and the ability of the articular cartilage to withstand load. حاجة stress محطوط عليه وهو مش قادر يستحمل الستريس دي. الكارتليج بيحصل فيه destruction، بيبقى الأول فيه roughness وفيه fibrillation، وبعدين يوصل للsubchondral bone، وبعدين تبقى يحصل ulcer ويبقى subchondral bone exposed. synovial fluid يعدي يعمل subarticular cyst أو subchondral cyst، وبعدين يحصل fragment تمشي وتعمل loose body، وممكن يبقى فيه osteophytes، وآخر حاجة يحصل capsular fibrosis. الصورة دي بتبين الأرياز اللي فيها ulceration، ودي كمان through the arthroscopy بالمنظار. الكلينيكال فيكشر هيجي لك عيان بعد الميدل ايج، وبعدين هتلاقي في اشتكي بين في ويت بيرنج جوينت هيب او ني، في ستيفنس ان ذا مورنينج، ويبقى في سويلنج وتندرنس، والرينج اوف موشن يقل، وممكن تبقى في ديفورميتي وتحس كورس كريبيثس. الاكس راي نارو جوينت سبيس سب ارتيكولار سيست سكليروزيس، وفي مارجنال اوستيوفايت، والكابسولار فايبروزيس ما بتبانش في الاكس راي. ده نارونج الجوينت سبيس في اوستيوفايتس، وانا حطيت ان هو الصوره بتاعت الفينجر دي، مع ان هو عاده بيبقى دي فينجر او تو، مش يعني دي غالبا تو. والله لا دي فينجر، بس يعني بالديفورمت مش بخليها شكله واضح. المهم يعني الصوره دي بتبين ان هو ممكن يجي في السمول جوينتس مش اوف غير الني والهيب، ممكن يجي في السمول جوينتس لكن هو مينلي في الهيب والني. التريتمنت كونزرفاتيف تريتمنت انالجيزيك نونستيرويدال الانتي انفلاماتوري دراجز واكسرسايز ولود ريدكشن. ما فيهاش الكلام ده، هيبقى فيه ارثروبلاستي زي دي في الهيب، ودي اكس راي، ودي دياجرام بيبين الاوستيوارثروبلاستي في الهيب، وده في الني، ودي اكس راي لاترال فيو بيبين افتر توتال ني ريبليسمنت. حد عايز يسال في اي حاجه؟ احنا تقريبا بقالنا مره كده ربع ساعه هنتكلم فيها عن الشافت اوف ذا فيمر والشافت اوف ذا تيبيال فراكشرز وبس. تمام يا دكتور. تمام يا دكتور، حددها مع بعض بقى يوم السبت ولا اي يوم تحبوه، ولو عايزين نراجع اي حاجه انا ما عنديش اي مشكله. الامتحان تسالوا ريتن ولا ام سي كيو ولا اكس رايز ولا هنعمله ام سي كيو خلاص نظرا لطلبات الجماهير، مع ان انا دايما شايف ان الريتن بيبقى اسهل، انتوا بتفتكروا العكس بس اوكي يعني. عشان دي الوقت بس يا دكتور، بس موضوع الاكس راي حضرتك رفضه يعني دلوقتي ولا ايه؟ مش رفضه بس يعني ده كده برضو لما بيبقى في كذا نوع من الامتحان اللوسز بتزيد. دكتور طب بالنسبة للأعذار مالها؟ هتكون MCQ برضو؟ مش عارف لغاية دلوقتي، لكن يعني هنحاول نخليها MCQ. ودايما بقول الامتحان العادي أحسن من امتحان الأعذار، ادخل الامتحان العادي إذا كنت تقدر. أصلا الناس كتير يا دكتور كانت مستنية حضرتك إن يعني هتقول آخر كلام عن موضوع الأعذار ده علشان يشوفوا يقدموا ولا يأجلوا. لا أنا رأيي كله يقدم، اللي يقدر يقدم يقدم. هي الفكرة أنا عندي امتحان يوم السبت مادتين، فصعب أن أكون جاهز لامتحان يوم الاثنين، فعشان كده أنا حقدم الأورث في الأعذار. السبت مادتين؟ مش فاهم. عندي نساء وجراحة 602. طيب ويوم الاثنين عندك ايه؟ اورثو وسبيشال 602 نيورو وكارديو.
مش عارف. عشان كده حقدم الأورثو عشان أعرف أذكرها كويس يعني، أجي فيها تقدير إن شاء الله. إن شاء الله إن شاء الله. طب دكتور معي سؤال أخير بخصوص الأعذار، يعني متى بتكون امتحاناتهم؟ هو الامتحانات مفروض بتبقى على أول الترم اللي جاي، لغاية دلوقتي مفيش حاجة واضحة إذا كنا هنعملها على وراها على طول ولا لا، يعني مش ببان يعني. لا لسه ما حصلش. احنا هنتكلم على اعذار، احنا المفروض امتحان دلوقتي، احنا استنى على الامتحان شويه، وبعدين الاعذار دي مش بس اللي مش اللي عايز ياجل، ده بتبقى امتحانات حاجات مرضيه وكده، مش اللي عنده مرضتين بس يعني، ربنا يحفظ الجميع يعني. فغالبا غالبا هي بتبقى بعدها، عشان كده بقول اللي يقدر يخلص في الامتحان العادي يخلص دايما احسن. يعني مش بتبقى دكتور بعد آخر امتحان بأسبوعين حاجة كده؟ غالبا هيبقى كده، لأن هي على حسب الترم اللي جاي هيبتدي إمتى، هي بتبقى على أول الترم اللي بعدها. أصل في ناس كتير خريجة، فلو هيستنوا الأعذار ده كده بعيد قوي كده ممكن يفوتوا الامتياز. الرول بتاعتها كده، هتبقى آخر الترم اللي بعدها، سوري في بداية الترم اللي بعدها، إذا ساعات بنعرف نعمل exception وساعات ما بنعرفش. دكتور معلش يا دكتور، لو حد امتحن في نفس اليوم يعني اللي هو يعني السبيشال ميديسن 602 وفي نفس الميعاد، فلو كده هيمتحن مثلا العظام بعد ما يخلص الامتحان ده، ولا يبقى الاثنين في نفس الوقت ولا ايه؟ لا بياخد الورقتين وبياخد المدتين، يعني نقول الامتحان ده ساعة والامتحان التاني ساعة، بياخد ساعتين يقعد يجاوب. تمام يا دكتور، شكرا. وتمسك بحقك كامل، يعني لو جيت في لجنة عندك امتحانين وقالوا لك هو الوقت مش عارف ايه، قولهم انا ليا الوقت تاني، حصل مشكلة خليهم يكلموني. تمام يا دكتور، شكرا لحضرتك، التوفيق ان شاء الله. حد عايز يسألك حاجة؟ شكرا دكتور، شكرا. طيب احنا الربع ساعة اللي باقية دي هنبقى نقول فيها زي ما قلت لكم في اي وقت انتم حضراتكم تحددوا. يلا good luck ان شاء الله. شكرا دكتور.